السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ ان شاء الله النهارده في المحاضره بتاعتنا هنتكلم عن موضوع جديد من الموضوعات اللي احنا بدأناها في الانرجي كونفرجن. طبعا احنا شفنا محطات وانواع عديده من الباور بلانت، وازاي ان احنا بنقدر نجنريت الالكتريكال باور من ديفرنت ميثود، سواء بقى كنا بنتكلم على حاجه ثيرمال او حاجه ميكانيكال، حاجه رينيوبل وحاجه نون رينيوبل. النهارده ان شاء الله يكون اخر موضوع لينا في الكورس، وهو بيتكلم الانرجي كونفرجن عن طريق البي في سيستمز، او ما يسمى بالفوتو فولتيك، فاللي هو باختصار الطاقه الشمسيه، ازاي ان احنا نجنريت الكتريكال باور من الطاقه الشمسيه. طبعا احنا هنتكلم ان شاء الله النهارده والاسبوع القادم عن البرنسبل، يعني ازاي العمليه دي بتتم، وازاي ان انا اجنريت الالكتريكال باور من الواح الطاقه الشمسيه. تمام، فنبدا كده مع بعض واحده واحده، نتعرف على الكاركترستكس الرئيسيه والعناصر الاساسيه في عمليه الالكتريكال جنريشن. بالنسبه للبرنسبلز الرئيسيه للبي في سيستمز، احنا الفوتوفولتيك او البي في سيستم، خلاص احنا هنتعود بقى بعد كده نقول عليها البي في سيستمز. في البي في سيستمز بتاعتنا مفروض ان ببدا احول السولار انرجي او الاشعه الشمسيه اللي جايه لي من الشمس، اقدر احولها الى الكتريكال انرجي. ده الهدف او ده الحاجه الرئيسيه اللي انا محتاجها، احول من ثيرمال خلاص او من سولار انرجي الى الالكتريكال انرجي بدون استخدام اي فيول. ده بعكس الايه الفوسيل فيول اللي احنا كنا بنستخدمها عشان احرقها عشان تطلع لي ثيرمال، والثيرمال ده يطلع لي الكتريكال. فانا المره دي بقى هطلع من ثيرمال اللي هي جايه من الشمس، طاقه اللي جايه من الشمس، احولها الى الكتريكال انرجي بدون استخدام اي وقود للحرق. طيب عشان كده في مميزات تميز البي في سيستمز، خلاص، وده اللي خلى انتشار البي في سيستمز بقت كتيره، وده اللي احنا هنتعلمه ان شاء الله مع بعض. اولا من اهم هذه المميزات اللي بتميز البي في سيستمز بتاعتي ان ديستريبيوتد جنريشن نيدد، يعني انا محتاجه اجنريت مثلا في منطقه بعيده شويه كهرباء، مش محتاج ان اروح ابني هناك محطه كهرباء، لا انا ممكن احط هناك الواح شمسيه اجنريت بها الالكتريكال باور. فاحنا بقى عموما بقى متعارف عليه دايما في الواح الطاقه الشمسيه ان هي بتستخدم في الاماكن النائيه، الاماكن البعيده، اي مكان مش وصله كهرباء من شبكه الحكومه بستخدم افضل استخدام له هو استخدام الطاقه الشمسيه. فده ميزه مميز بتميز الطاقه الشمسيه عن سائر الطاقات الاخرى او عن سائر المحطات الاخرى. تاني حاجه نو اميشن اوف بوليوشن، مفيش منه عادل، ده عباره عن حته لوح كده بتحط بيحول طاقه الكهربائيه من غير ما يصدر اي عادل. سيفنج الفوسيل فيول، المره دي بقى بيحافظ على الرننج كوست، انا مش هجيب وقود احرقه بفلوس عشان خاطر اطلع كهرباء، لا ده مفيش، الرننج كوست بتاعته تكاد تكون صفر. تمام، تاني رابع حاجه الريلابيلتي بتاعته، يعني اللايف تايم بتاعته كبيره جدا، يعني مفيش اي موفينج بارت محتاجه تتزيت، محتاجه تتصين. يعني الالواح الشمسيه دي يا شباب بتيجي اصلا بتتركب بضمان من 20 ل 25 سنه، يعني انت بتاخد ورقه ضمان بالبي في سيستم من 20 ل 25 سنه. تمام، فدي طبعا ميزه كويسه جدا، انت مش محتاج تصينها ولا مش محتاج تعمل فيها اي حاجه. تمام، فعشان كده بيريديوس الاوبريتنج اند مينتيننس كوست، مفيش تكلفه لان انا هشغلها ولا ان انا اعمل لها صيانه. تالت اخر حاجه ان هي حاجه اسمها سيستم موديولاريتي. يعني ايه سيستم موديولاريتي؟ يعني الالواح الشمسيه دي يا شباب بتتباع باللوح، يعني كل لوح له قدره، مثلا بيطلع 100 واط، يبقى انا مثلا لو عايز اجنريت فور اكزامبل 1000 واط فانا هجيب 10 الواح. يبقى انا ده اسمه سيستم موديولاريتي، ان انا اقدر اخد الباور اللي انا عايزها خلاص بعدد الالواح اللي انا عايزها.
انا عايز 100 اروح اجيب 10 انواع، عايز مثلا عايز 1000 سوري اجيب 10 الواح، عايز مثلا 2000 اجيب 20 لون وهكذا. فدي طبعا ميزه تميز البي في سيستمز. لكن طبعا عيبه الوحيد وده اللي بيخلي بعض الناس حاليا تهرب منه هو الانيشال كوست، التكلفه المبدئيه بتاعته بتكون غاليه جدا. تمام، يعني احنا دلوقتي الطاقه الشمسيه في مصر بدات يكون لها اهتمام كبير جدا وتركيز عالي، سواء بقى من الشركات او المصانع او بعض الناس اللي بتقدر ان هي تحط البي في سيستمز على مثلا سطح البيت بتاعها وتقدر ان هي تبيع الانتاجيه بتاعتها للحكومه. فدي خلت ناس كتيره جدا تهتم بموضوع البي في سيستمز. لكن يعيبه العيب الوحيد هو الانيشال كوست بتاعته، التكلفه الرئيسيه بتاعته بتكون غاليه جدا. لكن زي ما احنا شفنا في الادفانتج بتاعته اللي فوق ان مفيش اي رانينج كوست، يعني انت بتدفع أكنك بتدفع فلوس في البداية رقم كبير بس العائد بتاعها هيفضل يستمر معاك، أكنك بالظبط بتحط فلوس في البنك، حاطط مبلغ كبير في البنك في الأول وبتفضل شهريا بتسحب منه الايه الفوائد أو الأرباح بتاعتك. فهي دي نفس الفكرة بالظبط، إن أنت بتحط انيشال كوست كبيرة لكن البنفيتس بتاعتها بتفضل على مدار السنين، بتفضل مشغل الألواح الشمسية بتاعتك ما يقرب من 20 أو 25 سنة قاعد بتاخد منها بنفيتس بدون ما تدفع ولا مليم زيادة. طيب فبالتالي قيمة أو الأماونت أوف الباور أوتبوت من البي في سيستمز بتعتمد على حاجات كتير. يعني أنا البي في سيستمز دي، ده سؤال مهم لازم أسأله نفسي، هل أحطه في أي مكان وخلاص؟ هل أجيب كده اللوح وأحطه في الأرضية بتاعة السطح وأبقى أنا كده بجنريت الإلكتريكال باور؟ ولا في طريقة أقدر أماكسمايز، أقدر أخد أعلى درجات الأوبوت باور من البي في سيستم؟ فعشان أخد أعلى درجات الأوبوت باور أو أخد أكتر إلكتريكال باور جنريتد من البي في سيستم لازم أتبع مجموعة من الخطوات. زي إيه؟ أهم حاجة بهتم بيها في البي في سيستمز هو السولار راديشن، قيمة أو أماونت أوف الأشعة الشمسية اللي جاية لي من الشمس. ودي معلومة مهمة جدا، إن إحنا الألواح الشمسية يا شباب عملية الجينريشن بتاعتها مش إن اللوح بتاعي يكون سخن، وكل ما سخن اللوح كل ما الإلكتريكال باور جنريتد أكتر، لأ هو بيعتمد على الراديشن، الأشعة الشمسية، الفرق ما بين الشعاع الشمسي وما بين درجة الحرارة. تمام، درجة الحرارة دي حاجة تانية خالص، لا أنا بتكلم على الأشعة الشمسية، إن الشمس بتصدر أشعة. الأشعة الشمسية دي أنواع وأشكال وبتعتمد على الويف لينس، الكلام ده خدتوه في الفيزيكس في الفيزياء، عارفين إن الشمس بتاعتي بتصدر مجموعة من الويف لينسز، خلاص الأطوال الموجية المختلفة. في اطوال موجيه بنسميها الشورت ويف لينس، وفي حاجه اسمها الايه اللونج ويف لينس. الاشعه الشمسيه دي هي دي اللي بتجنريت مين، هي دي اللي بتجنريت الالكتريكال باور. فكل ما كانت الاشعه الشمسيه اكبر كل ما الالكتريكال باور بتاعتي كانت اعلى. تاني حاجه اهتم بيها في الجنريشن عشان اوصل لماكسيمم باور او باور كبيره هو الانكلينتيشن بتاعتي او الاورينتيشن، اللي هو الميلان، ان اللوح بتاعي مش بحطه خط مستقيم او مش بحطه افقي، لا ده انا بحطه بميل. الميل ده بيساعدني ان اكبر كمية من اشعة الشمس تجيني. تمام، والاورينتيشن ده الموقع، يعني احطه شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب، ده الاورينتيشن بتاعي. بعد متعارف ان احنا في مصر بنحطه بميلان 30 درجة رأسي، وفي ناحية الجنوب الشرقي. تمام، ده الايه ده افضل اورينتيشن. طبعا ده بيختلف طبعا زي ما احنا عارفين من مكان الى اخر، يعني هنا غير في امريكا غير في كل مكان مختلف. تمام، يبقى الموقع بتاع البانل زي اتحط فين والاشعه الشمسيه، دول الحاجتين المهمين جدا بالنسبه لي. بعد كده بقى البريزنس وبتاع الشادنج، يعني يا ترى البلد اللي انا فيها دي الشمس بتطلع فيها كام ساعه في اليوم؟ هل من البلاد المشمسة ولا من البلاد اللي الشمس فيها ما بتطلعش؟ دي برضو عامل مهم. تمام، آخر حاجة بقى التكنيكال بريفورمانس أو الكومبوننت بتاعت الباور بلانت، الإفشنسي بتاعتها. هو أنا صحيح البي في سيستمز أو البي في موديولز بتاعتي هي بتجنريت أو بتحول السولار
الراديشن الى الكتريكال باور، بس الباور اللي خارجه دي بتكون دي سي. دي سي يعني دايركت كارنت، يعني ما ينفعش ان انا استخدمها في البيت. احنا الكهرباء في البيت عندنا اي سي، فبالتالي بستخدم بقى ما يسمى بالانفرتر اهو. فالانفرترز والموديولز دي اللي انا بستخدمها، كل ما كان ادائهم احسن كل ما كان كميه الباور اللي انا واخدها تكون افضل. تمام، فيبقى دول كده اربع عوامل رئيسيين بيأثروا عندي في قيمه الالكتريكال باور اللي انا هاخدها من البي في سيستمز. تمام، طيب اخر بقى حاجه، اخر معلومات اقدر اعرفها عن البي في الابلكيشنز، هو انا ممكن استخدم البي في في ايه؟ اول حاجه ان انا ممكن استخدمه ويز ستورج سيستم، يعني اطلع او اجنريت الالكتريكال باور اللي هي الدي سي اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه، واخزنها في بطاريه، ولما الكهرباء تقطع عندي اقوم مشغل البطاريات تشغل ايه؟ تشغل الكهرباء. فدي استخدام. او ان اعمل لها كونكتد تو لو فولتج جريد، ان اوصل الكهرباء اللي خارجه منها بعد ما احولها من دي سي الى اي سي واوصلها بالايه؟ بالبيت بتاعي. تمام؟ في ناس بتعمل الحركه دي ان هي بتوصل الطاقه الشمسيه بالبيت، تنور البيت بتاعتها ومش عايزه اي حاجه من الحكومه. تمام، او ناس تانيين بيكونكت تو الميديم فولتج جريد، ان هي تبيع الكهرباء اللي ناشئه من البي في سيستمز تبيعها للحكومه، خلاص ما يدخلهاش بقى عنده البيت، ده يجيب عداد كهرباء يطلع بيه على الشبكه بتاعه الجمهوريه. وده معظم الناس في مصر شغاله بهذا المنطق، ان هي بتكونكت على الميديم فولتج جريد. اخر تطبيق ان احنا بنستخدمه في السبيس ابلكيشنز. لو حضرتك شفتوا بقى يعني اي حاجه اللي هي وكالات الفضاء الناسا والحاجات دي كلها، المكوكات الفضائيه اللي بتطلع فوق للشمس او للقمر، بيبقى متغطي جسمها من بره بالواح شمسيه، دي بتمد الطاقة أو دي بتحول الطاقة السولار راديشن بتاعي لإلكتريكال باور، تفضل بقى مغذية المكوك ده إن هو يجيله الباور بتاعتي على طول. تمام؟ فدي كلها تطبيقات، ده شكل من أشكال الانستليشن تركيب بتاع البي في سيستمز على سطح بيت أهو، بيكون مايل زي ما أنت شايفه كده بزاوية، دي الألواح الشمسية دي شكلها، يعني مثلا هنا الراجل مستخدم ألواح 2 3 4 5 6 دول 6 ألواح. تمام؟ بيطلع الدي سي باور يدخلها على انفرتر يحولها الى اي سي. عنده حل من اتنين، يا اما هياخد الباور دي على العداد، او ده ميتر، ده عداد كهرباء زي عداد الكهرباء اللي في البيت، ده عداد كهرباء يدخل ينور ايه؟ ينور البيت بتاعه. او انه ياخدها على العداد التاني ده كده يروح يبيعها لمين؟ شايف ده كده يروح يبيعها للحكومه. خلاص؟ فده عنده حل من اتنين، ان هو يا اما يبيع للحكومه اللي هو كونكتد تو ميديم فولتج جريد، او ان انور بيها البيت بتاعي اللي هي كونكتد تو لو فولتج ايه؟ لو فولتج جريد. خلاص؟ او ان هو بقى ياخد بقى الدي سي ده خالص يروح يوديه على بطاريات يخزن. تمام؟ بقى احنا كده شفنا المميزات والعيوب وازاي ان انا احصل على اكبر باور وبعض التطبيقات للبي في سيستمز. تمام؟ عايزين بقى ندخل نشوف البي في ان ديب بتعمق شويه من جوه. بالنسبه لي البي في بتاعي، احنا قلنا اول عامل من العوامل اللي بتاثر عندي في الجنريشن بتاعه الالكتريكال باور هي كميه الراديشن. فاحنا هنتكلم بقى شويه على الراديشن بتاع الشمس ده، ايه اللي انا باخده منه وازاي ان الطاقه دي اقدر احولها الى طاقه كهربائيه. تمام، فاحنا السولار الشمس الكور بتاعه الشمس بيطلع عدد لا نهائي ملايين من الاشعه الشمسيه بدرجات مختلفة وبشدة مختلفة. بيعدي منها الغلاف الجوي، في أشعة بتعدي الغلاف الجوي، وفي أشعة بتنعكس وبتطلع في الفضاء الخارجي ما بتوصل لناش. الفكرة إن كمية الراديشن اللي بتجيلي إحنا اللي جاية من الشمس بنديها اسم اسمه الإلكترو ماجنتيك راديشن. خلاص؟ الإلكترو ماجنتيك راديشن زي ما أنا قلت لك من شوية في السلايدز اللي فاتت، إن الإلكترو ماجنتيك راديشن لها ويف لينسز مختلفة وفريكونسز مختلفة. تمام؟ منها ما هو يوزفول، ما هو مفيد، ومنها ما هو غير مفيد. منها اللي بقدر اجنريت او يديني الكتريكال انرجي، ومنه ما بيدينيش الكتريكال انرجي. فالفكره كلها ان بدور على الالكتروماجنتيك راديشنز عموما اللي جايه من الشمس. بعد كده اللي بوصل بقى الارض وبيجيني للاتموسفيريك
كونديشنز اللي احنا عايشين فيه في الارض، بسميه السولار كونستانت او الافريج الراديشن، خلاص، او الراديانس. الافريج الراديانس ده متوسط الاشعه الشمسيه، خلاص، اللي بتيجي على سطح الارض. ده تقريبا يعني على مستوى سطح الارض كله بتوصل قيمتها لتقريبا 1367 وات بير متر سكوير. يعني انا لو واخد متر من سطح الارض، متر مربع يعني، خلاص، فكميه الراديشن بتاعتي افريج بتكون القيمه دي كده. وده الكيرف اللي تحت ده بيبين قيمه عموما السولار الراديانس بتاعتي خلال جميع اشهر السنه في الكره الارضيه كلها. ده شهر يناير، فبراير، مارس، ابريل، وهكذا لغايه ديسمبر. في اوقات بيكون فيها الراديشن بتاعي يكون عالي جدا زي في اوقات شهر يناير وديسمبر، خلاص، وفي اوقات بيكون الراديانس بتاعتي بتكون قليله زي في اشهر الايه جون وجولاي. لكن انا يهمني ان انا لو خدت افريج كده خط مستقيم هيطلع تقريبا القيمه 1367، تمام. طبعا ده بنتكلم على مستوى الكره الارضيه. فقيمه الراديانس ده الاشعه الشمسيه اللي جايه لي بتعتمد على حاجتين: اولا قرب الشمس من الارض، تاني حاجه السولار اكتيفيتي، النشاط الشمسي اللي احنا بنسميه السان سبوت، خلاص. في السان سبوتس دي يعني الحمم اللي بتبقى موجوده في الشمس كل ما زادت كل ما كان الراديانس اللي خارج منها بتكون اكبر، تمام. احنا عارفين طبعا ان الارض بتلف حوالين الشمس، فلما يكون الدوران بتاعي في اماكن فيها سولار اكتيفيتيز اكتر الراديانس بتاعي بيكون اعلى. فبالتالي طالما احنا بنتكلم بقى وات بالمتر سكوير، فده بنعرف له اللي هو السولار الراديانس، بنسميها كده سولار الراديانس، الاشعاع الشمسي. فهو عباره عن الانتنستي، الكثافه بتاعت السولار الكترومغنتيك راديشن، كل الالكترومغنتيك راديشن اللي جايه لي من الشمس، خلاص، على ال 1 سكوير متر، خلاص. فبنقول ان هي بالكيلو وات بير متر سكوير، يعني تقريبا ان احنا القيمه دي 1.3 كيلو وات بير متر سكوير. ده الافريج الراديانس، سولار الراديانس للشمس بتاعتي، خلاص، على مستوى الارض كلها. انا كده عرفت تعريف مهم جدا بيعرفني ان هو السولار مين، سولار ريديانس، ده بيمثل الكثافه بتاعه الالكترومغنيتيك راديشن على المتر المربع، تمام. باخد بقى منها كميه الشمس اللي هتوصل بقى، او كميه الراديشن اشعاع الشمسي اللي هيوصل للوح بتاعي. يعني هنا في الرسمه اللي موجوده قدامنا هذا لوح اشعه شمسيه، بيجي لي السولار الراديشن بتاعها يا اما دايركت، اهو شايفين الخط الاحمر ده جاي لي مباشر من الشمس، لازق في مين؟ لازق في اللوح. فجزء تاني من السولار بيجي لي عن طريق الديفيوجن والريفليكشن. الديفيوجن ان بيجي على السحاب، والسحاب بيحصل له انكسار فبينكسر على مين؟ على اللوح الشمسي. او انه الاشعه الشمسيه تصطدم بالارض والارض تعمل لها ريفليكشن، تعمل لها انعكاس وتيجي على مين؟ على سطح السولار. فدي كلها كميه اشعه بتوصل للوح الشمس بتاعتي. فمش بس ان انا اعرف الراديانس او الراديشن اللي جاي لي من السولار وخلاص، لا، ده انا يهمني الراديانس بتاعتي على مستوى الارض في سبيسيفيك كمان مين؟ في سبيسيفيك تايم. فعشان كده احنا بنقول ان السولار الراديشن بقى نفسه، خلاص، هو عباره عن الانتجريشن للسولار الراديانس اللي احنا شفناه في السلايد اللي فاتت اوفر سبيسيفيك بيريد اوف تايم. يا ترى انا الشمس دي او الانعكاسات الشمسيه دي هتجيلي على اللوح بتاعي لمده قد ايه؟ لمده كام ساعه؟ فبنعرفها بقى بايه؟ اليونتس بتاعتها كيلو وات اور. يبقى السولار الراديانس اللي احنا شفناه في السلايد اللي فاتت كان كيلو وات بير متر سكوير، لكن هنا كيلو وات اور بير متر سكوير. فدخلت فيها مين؟ دخلت فيها التايم، عشان اللي يهمني مش بس الاشعه الشمسيه وخلاص، لا، هي قيمه الاشعه الشمسيه دي مع التايم هتفضل موجوده كام ساعه، خلاص. وكمان هنشوف دلوقتي في السلايد اللي بعدها ان احنا هنعبر عنها مش بس بكام ساعه وخلاص للمتر سكوير، لا، كام ساعه في اليوم، اليوم الفلاني هفضل فيه كام ساعه، تمام.
ده خريطة بقى بتبين لي القيمة اللي بقولك عليها الكيلو وات اور بير متر سكوير بير داي. ده الافريج سولار الراديشن، ده السولار راديشن للكرة الأرضية كلها. ده أطلس للكرة الأرضية بيبين لك قيمة الراديشن في كل الأماكن اللي موجودة في العالم. في أماكن بيكون عندها الراديشن صغير شوية، في حاجات بتكون الراديشن بتاعها كبير شوية. طبعا كبير باين أهو باللون الأحمر المنطقة بتاعت اليمن، دي منطقة بتتميز إن الراديشن بتاعها عالي جدا. خلاص مصر تعتبر من الأماكن اللي فيها راديشن كبير برضو، يعني هي في رينج من هنا، مصر في رينج 6 كيلو وات اور بير متر سكوير. تمام، فده كده كل دول العالم وقيمة الراديشن اللي موجودة جواها. تمام، ده بقى بالنسبة لمصر شكل توزيع السولار الراديانس الكيلو وات اور بير متر سكوير بير داي في مصر. طبعا الأماكن الجنوبية زي أسوان والحاجات دي كلها تميز اكتر ان الراديشن بتاعها عالي، عشان كده احنا مصر بتعمل اكبر محطة طاقة شمسية في العالم اللي هي محطة بمبان. تمام، فدي من المحطات المهمة جدا، ويا ريت انتوا تقروا عنها. دي محطة جنريشن بتطلع تقريبا 20 ميجا وات، رقم مهول جدا وعلى مساحة كبيرة جدا كذا فدان، وموجودة في اسوان، في غرب اسوان، منطقة طاقة شمسية الراديشن بتاعها عالي جدا، وده اللي احنا بنستفاد منه بقى في اول عامل من عوامل ان انا ازاي ماكسمايز الاوت باور، ان اروح في مكان فيه الراديشن بتاعي يكون كبير. تمام، خلصنا بقى من اول فاكتور من فاكتورز الجنريشن بتاعي اللي هو الراديشن، ان ازاي ان اوصل لاقصى طاقة ممكنة عن طريق التوليد، ان انا اولد الطاقه الكهربائيه من الاشعه الشمسيه اللي موجوده عندي، وازاي ان انا اوصل لاقصى اشعه شمسيه وبعبر عنها بالسولار الراديشن. طيب لو نيجي بقى نتكلم على مكونات البي في سيستم، يعني انا لو هعمل محطه طاقه شمسيه، او زي ما بقى انا هعمل في البيت كده حاجه يونت محطه شمسيه صغيره، ايه هي الكومبوننتس اللي انا محتاجها؟ انا محتاج اتنين كومبوننت، محتاج ان يكون عندي البي في جنريتور اللي هي الموديولز او الالواح بتاعه الطاقه الشمسيه، وده بيحول قلنا السولار الراديشن يحولها الى الكتريكال كارنت دي سي دايركت كارنت. طيب بس عشان احوله الى اي سي بستخدم بقى البارت رقم 2 اللي هو الانفرتر. فالانفرتر ده هو عباره عن جهاز يحول الباور من الدي سي من الدايركت كارنت الى الاي سي الى الالترناتيف كارنت. فانا بروح اشتري انفرتر عشان يحول من دي سي الى اي سي. يبقى انا كده محتاج عشان اعمل محطه طاقه شمسيه محتاج الحاجتين دول، ده ابسط تو كومبوننتس موجودين عندي. لو بدات ابص على الكومبوننت الاولانيه اللي هي البي في جنريتور او الموديولز بتاعتي، عايزين نفهم الثيوري خلاص ازاي بيتم عمليه الالكتريكال جنريشن، ازاي ان انا بطلع تيار كهربي من السولار سيلز اللي موجوده عندي. خلاص فالبي في سيلز خلاص ده اليونت اللي بتكون الموديولز بتاعه البي في، الالواح الطاقه الشمسيه بتتكون من مربعات صغيره كده 10 سنتي في 10 سنتي اسمها السيل. السيل دي مفروض لما بينزل عليها السولار راديشن تبدا تتحول الى الكتريكال كارنت. بتتكون بقى من ايه السيل دي؟ السيل دي بتتكون من thin layer of semiconductor material. عارفين السيمي كوندكتور يا شباب؟ السيمي كوندكتور ده المواد اللي هي شبه موصله زي السيليكون وزي الجرمانيوم، دول اشهر مواد. خلاص معظم الاستخدام بنستخدم سوري السيليكون. الثيكنس بتاع اللاير دي تكون تقريبا 0.3 مليمتر، حاجه شريحه رفيعه جدا. تمام، والاريا بتاعت اللوح بتاعي بتكون متر ل 2 متر وربع كايه مساحه اريا، زي في الرسمه اللي موجوده قدامكم ده، مساحه اللوح يعني الطول في العرض يا اما متر يا اما 2 متر. خلاص طبعا هيجي لنا وقت ونشوف الدايمنشنز المختلفه للسولرز، بس احنا بنتكلم على ان الثمك السكنس والطول والعرض بتاعت الايه الموديول بتاعتي. تمام، طيب السيمي كوندكتور بقى ايه اللي بيحصل فيه؟ هل انا بستخدم سيليكون كده وخلاص،
لا، السيليكون بيتميز ان هو 4 فالنس الكترون، او بنسميه التترا فالنت. ده التكوين الكيميائي بتاعه. الناس بقى تفتكر ايام الكيمياء في ثانويه عامه، كنا بنقول ايه؟ بنقول ان السيليكون عنده 4 ذرات خلاص في المستوى الخارجي بتاعه، تمام. فانا بعمل ايه في السيليكون ده؟ هل بستخدمه زي ما هو؟ لا، بخليه او بحوله من سيليكون الى حاجه اسمها دوبد سيليكون. الدوبد ده اللي هو الشوائب، يعني بحط فيه شائب، يعني مش بخليه بيور سيليكون. بحط بعمل له ادنج لحاجه اسمها تراي فيلنت اللي هو الثلاثي، ماده يكون فيها 3 الكترونات في المستوى الخارجي. اشهر هذه المواد اللي هي ماده البورون. خلاص، البورون ده عنده 3 الكترونات في المستوى الخارجي، وبنسميه بقى بي دوبينج. خلاص، بي يعني بوزيتيف دوبينج. خلاص، في مواد تانية بنضيفها اللي هي بنسميها البنتا فيلنت. بنتا يعني خماسي، يعني في 5 ذرات في المستوى الخارجي بتاعه. وده اشهر هذه المواد الفوسفور. خلاص، الفوسفور ده ان دوبينج، يعني نيجاتيف دوبينج. يبقى احنا كده دلوقتي معايا سيليكون اهو، شايفين الرسمه اللي تحت دي؟ ده التوزيع الكيميائي. ادي السيليكون عنده 4 ذرات في المستوى الخارجي، لا اما هيرتبط ب4 ذرات سيليكون حواليه، او ان السيليكون اضيف عليه بوزيتيف دوبينج زي البورون، او نيجاتيف دوبينج زي مين؟ زي الفوسفور. فهنا بيبقى في عندي الكترون هنا فري، وهنا بيبقى في عندي هول فري. ايه بقى الفكره في كده؟ ان بقى عندي هنا ده جزء من الماده بتاعتي خماسي وجزء ثلاثي، تلاقي مكتوب عليه كده بلس 5 وهنا بلس 3. ده اللي فيه الهولز، وده اللي فيه مين؟ الالكترونز. تمام؟ هبدا بقى لما الاشعه الشمسيه تيجي عليه يبدا تكتسب هذه الالكترونات طاقه، وتتحول هذه الطاقه من بوتنشال انرجي الى كاينيتيك انرجي، ويبدا الالكترونز اللي هي باللون الاصفر الصغير دي تتحرك ناحيه مين؟ ناحيه الهول. فالحركه بتاعتها دي تؤدي الى مرور التيار الكهربائي. تمام؟ ده هنا الشكل بقى اهو للماتيريالز بتاعتي. زي ما قلت لك ان احنا حطينا ماتيريال ان دوبينج وبي دوبينج، بوزيتيف دوبينج ونيجاتيف دوبينج. وفي النص ما بينهم بين بعض بيتكون لاير بنسميها البي ان جانكشن. لو حضراتكم بقى درستوا الالكترونكس هتسمعوا عنها البي ان جانكشن. البي ان جانكشن دي عباره عن ماتيريال ان دوبينج بوزيتيف نيجاتيف دوبينج، وماتيريال بي دوبينج اللي هي البوزيتيف دوبينج، ماتيريال نيجاتيف وماتيريال بوزيتيف. وفي النص اللاير اللي في النص بنسميها الجانكشن. الجانكشن ده الخط الفاصل ما بين الان والبي، اهو باين في الرسم اهو. اللاير اللي فوق دي كده اسمها الان، واللاير اللي تحت اسمها البي، وفي النص كده الخط اللي هو اللي موجود عندي ده اسمه البي ان جانكشن. فدي الاشعه الشمسيه من بره اهي، الشمس يجي عليها كده خلاص اهو، الليمينيشن بتاعي او الراديشن بتاعي يجي عليها يبدا يخلي الالكترونز بتاعتي تتحرك. الالكترونز دي تتحرك منين؟ تتحرك من الان تروح للبي اهو، ماشيه من فوق كده تيجي تحت، تمام اهو. يبقى التيار الكهربي فين اتجاهه؟ اهو ماشي كده، اروح اوصل عليه اللود يبقى ماشي كده التيار الكهربي. يبقى احنا كده دلوقتي بنفهم ازاي بنطلع التيار الكهربي من البي في سيستم. فانا بجيب ماتيريال بي ان جانكشن، واحده ان وواحده بي. الاشعه الشمسيه لما بتيجي عليه الالكترونات اللي موجوده في الان تايب تبدا ايه؟ تبدا تكتسب انرجي، تتحول من بوتنشال انرجي الى كاينيتيك انرجي، فيتحرك يمشي لتحت. لما يمشي لتحت ايه اللي يحصل؟ يبدا يمشي تيار كهربي في السيستم بتاعه. خلاص، فاحنا كده عملنا او انشانا التيار الكهربي. طبعا بيحصل بقى كمان العكس، ان في البي تايب الهولز الفجوات بتتحرك من تحت تروح فين؟ لفوق. يبقى الهولز بتتحرك لفوق والالكترونز بتتحرك لتحت، فيبدا يمشي يبقى في فلو للالكتريكال كارنت اللي موجود عندي في السيستم. طيب، من اشهر او من اهم الحاجات اللي بتخلي صناعه البي في سيستمز بتاعتي تتغير وتخلي الناس تهتم اكتر بالسولار انرجي
هو كفاءة الألواح الشمسية. كفاءة الألواح الشمسية هي اللي احنا وصلنا لها لغاية دلوقتي، بنتكلم في البداية كانت الكفاءة 6%، تخيل كفاءة الألواح الشمسية 6%، بدأت تزيد 12 13 كده، وصلت 16 و17، بعد كده وصلت 20 و23، وفي ثيوريتيكالي ناس بتتكلم على 30 efficiency 30%. فده خلى التطور في البي في سيستمز يكون اكبر والاهتمام بيه يكون اعلى. فعشان كده ده حاجه مهمه ان احنا نعرف او نتعلم، هو جزء من الراديشن بتاع الشمس بيضيع فين. فدي السلايدز اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بتعرفني ان تقريبا لو عندي 100% من السولار راديشن جاي من الشمس هيجي على اللوح الكهربي بتاعي، ده اللوح الكهربي تمام. زي ما احنا اتفقنا ان في ده البي ان جانكشن، ده الان لاير، وده البي لاير خلاص. ومفروض ان التيار الكهربي بتاعي هيبدأ يمشي من الان الى البي لتحت كده، والهولز تتحرك لفين؟ لفوق. يعني النيجاتيف ينزل لتحت والبوستيف ايه يطلع لفوق تمام. طيب جميل قوي، ايه اللي بيحصل عندي؟ بيحصل عندي شويه حاجات. اول حاجه ان في 3% من ال 100% دول، انا كده دلوقتي ال 100% دول هبدا اشوف اللوسز بتروح فين. 3% بتروح از ريفليكشن لوسز. ريفليكشن لوسز ده زي الشادنج في الكونتاكت. يعني مثلا انا لو انا حاطط النيجاتيف الكترود اللي هو مثلا كبر، وفي بوستيف الكترود، النيجاتيف والبوستيف دول اللي هم بيوصلوا التيار الكهربي من والى الحمل بتاعي خلاص. فايه اللي بيحصل؟ ان انا في عندي جزء 3% بيحصل فيه ريفليكشن خلاص، انعكاس. اهو زي ما باين في الرسمه كده، شايفين الخطوط اللي باللون الاصفر جت هنا على النيجاتيف الكترود وحصل لها ريفليكشن، حصل لها انعكاس. فده بيمثل قد ايه من ال 100%؟ هو تقريبا 3%، بالاضافه الى 23% من الفوتونز بتروح از لوسز. ليه؟ لان هي لها ويف لينث كبير، لها هاي ويف لينث. احنا اتفقنا معاك لما كنا بنقول ان السولار راديشن اللي بتجيلي من الشمس هي سولار راديشن فيها كل الويف لينث، فيها الهاي ويف لينث وفيها الشورت ويف لينث. اللي يهمني هو الويف لينث المتوسطه الميديوم، الهاي ما بتستفادش منها بحاجه خلاص، ده بتكون insufficient energy. طيب بتتحول على هيئة ايه؟ على هيئة حرارة. تلاقي اللوح بتاعك لما تحطه في الشمس تلاقيه سخن. ايه السخونة دي؟ السخونة دي نتيجة ايه؟ الهاي ويفلينس، ودول بيمثلوا 23%. طب كمان الشورت ويفلينس القصيرة دي بيحصل لها ما يسمى ترانسميشن، دي أزعة كده صغيرة. ايه اللي بيحصل لها؟ بتعدي من السل، اهو شايفين الأشعة دي، الشعاع ده كده عدى من السل خرج من الناحية التانية، لا تحول لانرجي ولا حراره ولا اي حاجه، ما عملش اي حاجه، ملوش اي فايده خلاص. فدول كده قد ايه الشورت ويف لينس دول؟ 32%. طيب في اصلا العمليه بقى اللي بتتم، ان الشعاع الشمسي لما بيجي على الالكترونز بتاعتي بتبدا ان الذره بتكتسب انرجي، النيجاتيف بيتحرك والبوزيتيف يتحرك في اتجاه، يعني ده اتجاه النيجاتيف، وده سوري بقى بيحصل العكس، ان البوست بيتحرك اللي فوق والنيجاتيف بيتحرك لتحت عشان يمشي التيار الكهربي بتاعه. فهم ماشيين المجموعه السالب وهي نازله والمجموعه الموجب وهي طالعه، ممكن يخبطوا في بعض. وارد ان يخبط في بعض؟ اه ممكن يخبطوا في بعض. فالنسبه دي بنسميها، او العمليه دي بنسميها بيحصل ريكومباينيشن، ان الموجب راح خبط في السالب. فده بيحصل بنسبه قد ايه؟ 8.5% تمام. في 20% بنسميهم الالكتريكال جراديانت، ان زي ما بيقول كده ايه عمليه التسخين، ان انت بتسخن عشان يبدا يطلع التيار الكهربي. اصلا محتاج قد ايه؟ محتاج 20% من الصوره الراديشن الموجوده عندك، بالاضافه بقى ل 50% المقاومه بتاعه الالواح والكوندكتنج لوسز الموجوده عندك. لو حضرتك جمعت بقى الثلاثة وال23 و32 و8.5 وال20 والنص، تلاقي ان دول تقريبا 87%. فهيتبقى بس فقط اليوزفول الكتريكال انرجي اللي هتتحرك من السالب من الان تايب الى البي تايب، الالكترونز تتحرك من الان الى البي، تقريبا هيتمثل لي 13% خلاص. فالناس بقى بدأت ان هي تبدأ ان هي في الصناعة
تبتكر طرق بحيث ان هي تقلل اللوسز اللي احنا قاعدين بنتكلم فيها، الترانسميشن او الريفليكشن او الريكومبينج. تمام. طيب بعد ما شفنا القصه بتاعت ازاي بيتم عمليه انتقال الالكترونات وازاي الهولز بتتحرك عشان يمشي تيار كهربي من البي في سيلز، وشفنا الافشنسي بتاعتي بتكون وزن رينج 13% وعرفنا بتضيع فين، يهمني كمان اعرف الستاندرد كونديشنز اللي بيشتغل عليها البي في بتاعتي. ايه الستاندرد كونديشن؟ الستاندرد كونديشن دي اللي بقول يقدر السيل الواحده او يقدر البانل الواحد من البي في سيستمز بتاعتي يطلع قد ايه باور، ماكسيمم باور يقدر يطلعها لي قيمتها كام. فالستاندرد كونديشن هو بيعتمد على حاجتين: قيمه الراديشن اللي هيجي على السيل بتاعتي من الشمس، السولار راديشن بتاعتي بكام، ودرجه الحراره اللي هيوبريت عندها السيستمز بتاعتي. فهنا في الستاندرد كونديشن زي ما باين قدامكم في السلايدز ان الراديانس بتاعي هو تقريبا 1 كيلو وات بير متر سكوير خلاص، ودرجه الحراره بتاعت السيل عند 25 درجه. لو انا شغال او باوبريت في التو كونديشنز دول يقدر السيلز بتاعتي يطلع التيار وزن 3 امبير خلاص، والفولت تقريبا نص فولت، ده احد الانواع بيطلع تقريبا 3 امبير ونص فولت، يعني تقريبا ما يقرب من 1.5 وات فور بيك فاليو. طيب يبقى انا كمان لازم ابقى عارف المقدره بتاعتي، يبقى انا عارف قيمه الفولتج، وعلى هذا الاساس بقدر ان انا اوصل السيلز بتاعتي بالستاندرد او بالشكل اللي انا محتاجه. فالستراكشرز بتاعه البي في بتاعتي اصغر يونت في البي في اسمها السيل اللي انا كنت بتكلم على الكونديشنز بتاعها، ده اللي فوق ان هو يقدر يطلع 3 امبير ونص فولت. ببدا ان انا ما بجيبش سيل واحده، لا ده بكون ما يسمى بالموديول. احنا طبعا الاسماء دي هنتعرض لها كتير في شغل البي في، فلازم نبقى فاهمين الاسماء بتاعتها. الموديول هو بيتكون من مجموعه من السيل، يعني زي ما هو باين في الصوره كده، ادي سيل اهي شايفين هنا، ده 1 2 3 4 5 6، يبقى الموديول ده فيه كام سيل؟ فيه 6 سيل تمام، متوصلين مع بعض ان سيريز بالشكل ده بحيث ان هو يقدر يطلع قيمه الباور اللي انا محتاجها. كمان الموديول بتتركب مع بعضها بالشكل ده كده، فبتركب ما يسمى بالبانل. تمام، يبقى البانل هو مجموعه من الموديولز، يعني هنا ده 1 2 3 4 موديول، يبقى الاربع موديول دول خلاص مع بعض كده بيكونوا لي البانل. طيب البانل ده بقى هو اللي انا بروح اشتريه، خلاص بروح اشتري بانل. البانلز دي بتتركب مع بعضها، يعني ادا بانل 2 3 4 5 6 7 8، يعني دول كده 8 بانل. لو وصلتهم مع بعض ان سيريز بنسمي دول اري، يبقى الاري هو مجموعه من البانلز متوصله ان سيريز، والاريز بتتوصل بعد كده ان بارلل خلاص عشان يكون بقى مين السيستم بتاعي اوفرول. يبقى انا كده الاستراكشرز بتاعتي سيل، السيل بتكون موديول، الموديول بيكون بانل، البانل بتكون اري. تمام، يبقى انا كده عرفت الستاندرد كونديشن اللي اقدر اطلع باور قد ايه، والسيلز بتاعتي بتكون مكونه من او الموديول بتاعي فيه كام سيل. طبعا اشهر الانواع بيكون فيها تقريبا الموديول الواحد بيبقى بيتكون من 36 سيل، ده اشهر الانواع اللي موجوده عندي. زي ما قلت لك ان الدايمنشن بتاعتها تقريبا متر في متر و20 سنتي، طبعا وزن اكبر شويه اقل شويه في هذه الحدود. تمام، نتنقل بقى للجزء الثاني في البي في. زي ما احنا اتفقنا شفنا مع بعض ان احنا البي في بلانتس بتاعتي هي فيها عنصرين رئيسيين. البي في جنريشن، ازاي ان انا اجنريت الالكتريكال كارنت من السولار راديشن، وتاني خطوه اللي هي الانفرتر. الانفرتر هو عباره عن الكتريكال ديفايس وظيفته انه بيحول التيار من دي سي من دايركت كارنت الى اي سي الى الترناتيف كارنت خلاص.
يبقى انا كل الفكره هو محتاج الانفرتر عشان يحول الدي سي اللي هو التيار اللي خارج من البي في موديولز الى اي سي اللي هو التيار اللي انا بستخدمه في البيت. تمام. طيب كمان جوه الانفرترز، طبعا الصوره اللي قدامنا في السلايد هنا دي صوره الانفرتر. الانفرتر بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن دايودز. طبعا لو انتوا درستوا الكترونكس هتلاقي ان دول كده اسمهم دايود. طبعا يعني ان شاء الله لو ما درستوهاش هتدرسوا الكترونكس، وهتدرسوا ماده تانية برضو ريليتد للحاجات دي وهتدرسوا فيها الانفرتر ان ديتيلز بالتفصيل. فهو عباره عن مجموعه من الترانزستورز ومتوصله معاها دايود عشان يبدا ان هو يدخل التيار من الطرفين دول كده الدي سي، يدخلهم على الكاباسيتورز عشان يعمل سموزنج للفولتج، وبعد كده يدخلهم على الانفرتر يحولهم الى الطرفين دول كده اللي هو النقطه دي والنقطه دي الى اي سي. تمام. بيحط كمان مع الانفرتر ده حاجه اسمها ال سي فلتر. ده فلتر عشان لو في هاير فريكوانسي يبدا ان هو يعمل لها ريجكشن، فابدا ان انا انقل التيار بتاعي او الباور بتاعتي من الدي سي او احولها من الدي سي الى الاي سي باستخدام الانفرتر. يبقى ده كده هو تاني مكون بالنسبه لي اللي هو الانفرتر. طيب في الانفرتر كمان عشان برضو نبقى فاهمين القصه تفصيليا، احنا اتفقنا مع بعض ان البي في بلانتس هي بتحول السولار راديشن الى الكتريكال كارنت. هي الفكره كلها ان احنا خلال اليوم الواحد، مش كمان خلال ايام مختلفه، خلال اليوم الواحد ان الراديشن اللي جالي من الشمس بيختلف. يعني مره مثلا الاقيه كبير ساعه مثلا وقت الظهر الساعه 12 والساعه 1 الاقي الراديشن بتاعي عالي. وقت الصبح شويه بدري يعني مثلا الساعه 8 9 الصبح هتلاقيه قليل. وقت قبل المغرب يعني الساعه تقريبا الساعه 4 او 5 بتلاقي ان الراديشن برضو ايه بيقل. فمعنى كده ان اشعه الراديشن بتاعت السولار نفسها مختلفه. فمعنى كده ان الباور بتاعتي مش دايما بتكون ماكسيمم، لا ده الباور ممكن تقل عن الماكسيمم. فبالتالي لازم يكون جوه الانفرتر بتاعي يونت تقدر ان هي تعمل حاجه اسمها تراكنج. تراكنج يعني تتبع المسار. ازاي؟ شايفين الصوره اللي تحت دي كده، الكيرف اللي مرسوم ده اللي انا بشاور عليه دلوقتي، ده الكيرف بتاع الكاركترستيك بتاعه التيار والفولت بتوع البي في سيستم. ودي ان شاء الله المحاضره الجايه هندرسها تفصيليا الجزئيه دي. تمام. لكن انا بس رسمها لك عشان نفهم الكونديشن اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. لو دي رسمه علاقة التيار بالفولت للبي في اللي خارج من عندي، كويس؟ مفروض ان لما اوصل الخارج بتاع البي في على اللود بتاعي، اللود بيكون له هو كمان كاركترستيك زي ما هو باين كده في الصورة، الخط ده كده او اللي جنبه او اللي جنبه حسب تغير اللود. طيب الفكرة بقى كلها في الحتة بقى اللي بقولك عليها الماكسيمم تراكنج، ان انا بتراك البوينت. نقطة الانترسكشن ما بين الخط ده وما بين الكاركترستيك دي كده، النقطة اللي باللون الأسود اللي أنا واقف عليها دلوقتي دي اسمها الأوبريتنج بوينت. دي النقطة اللي بيشتغل عندها اللود، لها تيار ولها إيه؟ ولها فولت. تمام؟ طيب لو اتغير الراديشن بتاعي المفروض إيه اللي يحصل؟ هلاقي إن الكاركترستيك دي بتختلف. طب لما الكاركترستيك دي بتختلف يبقى الاوبريتنج بوينت مالها هتختلف. فعشان كده بنحط هنا ما يسمى ب ماكسيمم باور بوينت تراكر ام بي بي تي. ده عباره عن حاجه اسمها كنترولد تشوبر. خلاص ده برضو ان شاء الله هتدرسوها في ماده اسمها الباور الكترونكس تفصيليه. تمام. انا بس انا عايزك النهارده تفهم المسميات. ده اسمه ايه؟ اسمه الكنترولد تشوبر. تشوبر ده بيعمل ايه؟ ده بيماكسمايز الباور بوينت. خلاص بيخلي دايما ان انا شغال عند مين؟ ماكسيمم باور. خلاص يبقى الراجل ده هو وظيفته ان هو بايه؟ بماكسيمم باور. ليه الباور بتختلف؟
نتيجة اختلاف الراديشن بتاعتي، فتختلف الايه الكاركترستيك بتاعت الاي والفي بتوع الجنريتور، ومنها تختلف الاوبريتنج بوينت بتاعت المود. تمام، ده دول النقطتين اللي محتاج من حضرتك تفهمهم في الانفرتر. الانفرتر بيحول من الدي سي الى الاي سي، خلاص، وبتكون من الدايد والترانزستورز ومعاه فلتر، ولما اللود بتاعي بيختلف مع اختلاف الصوره الراديشن بيعمل حاجه اسمها الماكسيمم باور بوينت تراكر عن طريق حاجه اسمها الكنترول تشارت. تمام، اخر بقى حاجه في المحاضره بتاعتنا النهارده، احنا عايزين نعرف اصلا انواع البي في موديول. انا لما اروح اشتري قلت لك الموديولز بتتكون من مجموعه من السيلز، زي ما اتفقنا ان احنا تقريبا السوق بتاعنا بيتكون معظم الموديولز بتاعتي بتبقى 36 سيل، 4 في 9، تمام، 4 بالعرض في 9 بالطول، ممكن طبعا اكبر ممكن اقل حسب اختلاف السوق. جميل، عايزين بقى نشوف انواع الموديولز نفسها، هل الموديول كلها بتتصنع بنفس الطريقه؟ لا، احنا الفكره كلها لو انت بصيت على الاستراكشر اللي احنا رسمينه تحت ده، ان الموديولز اللي بتتصنع من ماده السيليكون، احنا اتفقنا ان احنا في المحاضره بتاعت النهارده ان انا في عندي السيليكون دوبت البي تايب والان تايب. المواد اللي بتتصنع من السيليكون بنقسمها لنوعين، في حاجه اسمها الكريستالين، خلاص، الكريستالين ده اللي هو الشكل الموحد، او الامورفس، الامورفس اللي هو غير محدد الايه الشكل بتاعه. تمام، الكريستالين هو الاغلب في الاستخدام، خلاص، كفاءته احسن وبياخد مساحه اقل. الكريستالين بنقسمه لنوعين، في حاجه اسمها المونو كريستالين، في حاجه اسمها البولي كريستالين. كريستالين المونو كريستالين ده الشكل بتاعه بيبقى فيه نقط كده بيضة في النص، ودي السل، او ده سل 1 2 3 4 5، دول 5 سل اهم، خلاص، في 1 2 3 4 5 6 7 8، دول 8، 8 في 5 دول 40 سل، يبقى الموديول ده فيه كام؟ 40 سل. يبقى ده المونو كريستالين، تلاقي فيه حاجات بيضة كده في النص. او بولي كريستالين بيبقى عبارة عن خطوط، خطوط كده بالطول وبالعرض، ده البولي كريستالين. اما الامورفوس بقى بيكون الشكل بتاعه عباره عن شريحه كده، شريحه سمكها صغير 3 4 مللي، خلاص، وبتبقى زي الشريط كده بتتركب، خلاص، و على اي حاجه، وبعد كده بتاخد منها مين؟ تاخد منها الباور بتاعتك. تمام، فطبعا زي ما قلت لك ان ده اكثر استخداما الكريستالين عن الامورفوس بتاعه، واللايف تايم بتاعه كمان اكبر منه. طيب عايزين بقى يعني نبص على كل واحد كده تفصيليا كده دقيقه، نبص على ايه؟ على كل نوعيه بيعمل ايه وبستخدمه فين. المونوكريستالين اللي هو اللي فيه نقط بيضاء في النص ده، ده تقريبا الافشنسي بتاعته من 13 ل 17%، ده يعتبر افضل الانواع. الباور بتاعته كمان يقدر يطلع الموديول الواحد يطلع باور تقريبا من 135 ل 170 واط. تمام، اكتر يعني يفضل استخدامه او البرفورمانس بتاعه في الكولر كونديشن، يعني في الاوقات البارده بيكون، او في الاماكن البارده بقى سوري، بيكون يفضل استخدام المونوكريستالين. خلاص، اللايف تايم بتاعته 25 سنه، يعني له ضمان 25 سنه في التصنيع. اما البولي كريستالين هو قريب جدا من نفس الحاجات بتاعه المونوكريستالين، الافشنسي بتاعته اقل سنه من 12 ل 15%، والباور بتاعه الموديول الواحد من 120 ل 150 واط بير متر سكوير. كمان ان ثمنه ارخص، ليس اكسبنسيف، من المونوكريستالين، يعني ده ثمنه ارخص من مين؟ من المونوكريستالين، ويفضل استخدامه في الهوتر كونديشن، خلاص، في الاماكن الحاره. يبقى انا لو عندي في حد هيركب في مكان حار يبقى يفضل البولي كريستالين، لو انا هركبه في دول زي اوروبا وكده يبقى المونو كريستالين هو ايه؟ هو الافضل بالنسبه لي. طبعا نفس الكلام ان الكفاءه بتاعته او الضمان بتاعه 25 سنه. النوع بقى الاخير اللي هو الامورفس، زي ما قلت لك هو شرايط زي ما انت شايفها كده،
بتتركب وبتوصل الطرفين بتوعها، بتاخد منها الباور، بس الافشنسي بتاعتها سيئة جدا يعني تقريبا 6%، تمام، والباور بتاعتها حوالي من 60 ل 80. يعني معنى الكلام ده ان انا محتاج من مرتين لثلاث مرات مساحة عشان اوصل لنفس الاوتبوت بتاع مين، بتاع الكريستالين زي المونو زي البولي، تمام. طبعا اللايف تايم بتاعته اقل من الكريستالين، ما بيعيش كتير، ويستخدم اكتر برضو فين، في الهوت ويزر عن الكول ويزر، تمام. فاحنا كده خدنا وعرفنا فكرة سريعة فقط عن الانواع بتاعة البي في موديول، سواء كان الكريستالين او الاكوس، تمام. وان شاء الله نكمل بقى الكاركترستيك والاستخدامات بتاعة البي في سيستم في المحطة. شكرا.